تعلم الجهات الحضور تكون بين عضو حدود الساعة ولما في الساعة 10 الظهر العادية لمجلس الجهة كونجا تطول تسمى يوليوز 2023 مجلس الجهة معية كل يعني ذوي الاختصاص في القطاع ديالها باش تبدا ان شاء الله مناظرة في شهر إما سبتمبر إما أكتوبر إن شاء الله باش تكون هناك يعني فلسفة أخرى تكون هناك منهجية أخرى للشغل بتدبير الشأن الرياضي داخل الجهات. فإذا ما كانش هناك نقاش فالنقاط هادو اللي كان استوفات من خلال السبارحة واللقاءات مع الرؤساء دوزو مباشرة لتسعات النقطة العاشرة دراسة مصداقة على الملحق رقم واحد لأجل توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالتدرج. أنا سمعت النقطة 11 دراسة مصداقة على الملحق رقم واحد اتفاقية الشراكة من أجل دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة. وافق الإخوان بإجماع حضور أعضاء حاضرين في الملحق رقم واحد اتفاقية الشراكة من أجل دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة. نقطة 12 دراسة مصداقة على اتفاقية الشراكة من أجل إحداث مركز ثقافي بإقليم الشاغون. نفس إذا وافق المجلس بإجماع عضاته وأعضاء الحاضرين بدعم اتفاقية الشراكة من أجل إحداث مركز ثقافي لإقليم الشاغون. نفس الأعداد وافق المجلس بإجماع عضاته وأعضاء الحاضرين على ملحق رقم واحد اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم تهيئة وتجهيز مكتب عبد الله كنون. نقطة 14 دراسة مصداقة على الملحق رقم واحد اتفاقية الشراكة من أجل دعم التظاهرات الرياضية للدرجات الهوائية بالجهة. نفس العدد وافق المجلس بإجماع قضاتي وأعضائه الحاضرين على الملحق رقم واحد اتفاقية الشراكة من أجل دعم التظاهرات الرياضية للدرجات الهوائية بالجهة. نقطة 15 دراسة مصداقة على الملحق رقم واحد اتفاقية الشراكة من أجل دعم الأندية والفرق الرياضية لرياضة الأشخاص بوضعية الإعاقة. وافق المجلس بإجماع قضواته وأعضائه الحاضرين اتفاقية الشراكة تتعلق بدعم منظومة حماية الطفولة بعمل الدرجة الأصيلة. 17 الدراسة المصداقة عن اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة وجمعية الجهات المغرب من أجل المساهمة في برنامج منح لنا المغرب للنهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيع عندنا على مواصلة دراستهم. سويت إذا وافق المجلس بإجماع قضواته وأعضائه الحاضرين على اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة وجمعية الجهات المغرب من أجل المساهمة في برنامج منح لنا المغرب للنهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيع عندنا على مواصلة دراستهم. نقطة 18 فعندي اقتراح اخوان الله يخليك يمكن من دوجو السويت كان هناك يمكن سقط سهوا يمكن اقتراح السيد ولي الدهنه بسبب باش يزيدوا داخل هذه الاتفاقيه القطاع المعني هو قطاع الصحه. ف يعني من دوجو السويت فخصنا دوجو يعني هذا يكونوا تحسين الخدمات الصحيه فما يمكنش ندخلوا في الخدمات الصحيه بدون هناك قطاع وصي هو قطاع ديال الصحه. نشكر السيد الوالي على التنبيه ديالو بالنسبه للدراسه المصداقه على مشروع اتفاقيه الشراكه من اجل تحسين الخدمات الصحيه المقدمه للزملاء المؤسسه الشعبيه بالجهه مع التعديل اضافه وزاره الصحه كطرف الاتفاقيه. دراسة مصداقة على اتفاقية الشراكة لإنجاز الأفقار المائية الاستكشافية والاستغلالية للوسط القروي على مستوى الجهات طنجة تطوان والحسنة. 22 دراسة مصداقة على مشروع اتفاقية الشراكة لإنجاز كهرباء أربع بوابات من مجال التراب في جامعة المغرب. 23 دراسة مصداقة على مشروع اتفاقية إقامة الشراكة بشأن مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 متعلقة بالقطاعات الفلاحية والصين والمياه والغابات. 24 دراسة ومصداقة على مشروع اتفاقية خاصة بشأن المشاريع وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 متعلقة بالقطاع الفلاحي. وأعطي الكلمة للسيد سمحان بن نائب رئيس اللجنة التنمية القروية والفلاحة وليس المشروع. كل ما يعني كل دوره من دوره كنعملوا واحد الدوره صحفيه صغيره باش نوقفوا نقربوا يعني المواطن داخل الجهه بالاهم النقاط اللي داولناها في هذه الدوره هذه. هو كانت 51 نقطه كان الحمد لله توافق ما بين الاخوان الفرقاء السياسيين كلهم وكانت دوره
يعني ناجحة بامتياز بتصويت على 51 دورة بالإجماع على كل هذه النقاط. النقاط اللي مسات أهم النقاط اللي مسات يعني ما هو الشق اللي كيكون هنا يعني الشق ما كنقول الشق ديال التعليم، كذلك مشاكل مرتبطة بتنزيل مشاكل البرنامج الجهوي ديال التعليم. وهذا البرنامج هنا كانت واحد لي كونترا واللي بغينا حتى حنا نسرعوا في التنزيل ديال البرنامج التنمويه. كاين واحد ثلاثه ديال لي كونفونسيون ان شاء الله اللي بغينا نوقعوهم عما قريب مع ثلاثه ديال الشركاء ديالنا، هناك وزاره الفلاحه والصيد البحري والمياه والغابات، كذلك هناك اتفاقيه اطار مع وزاره ديال التجهيز، وكذلك وزاره ثالثه هي وزاره ديال التعليم والشباب، وهادو كلهم اتفاقيات اطار اللي صدقنا عليهم الاجماع واللي فيهم برامج مهمه في التنزيل ديالنا، واللي ان شاء الله سنسعى باش تكون الاخراج ديالها. كاين هناك دراسات ميدانيه وفي الاسراع ديالهم باش نخرجوا ان شاء الله في عما قريب، يعني في الاول ديال بدايه سبتمبر ان شاء الله عمدوا في الدراسات ديال بعض المشاريع وبعض المشاريع اللي عم كنزلوا فيهم اللي كاين دراسه ديال الوجده. كذلك هناك كان هناك واقع اجتماعي باسم الادماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، كتعرفوا بان هناك المجلس الجهه ديما كيدعم ما هو قطاع الشباب، قطاع ديال الثقافه، وقطاع ديال المراه والطفوله. فهادو يعني من الاشياء اللي كيكون الدعم ديالهم اساسي، حيت كنعرفوا بان بعض القطاعات ما عندهاش الامكانيات الماديه كامله، فهنا كيكون حنا واجدين باش كنكونوا يعني كنقربوا اكثر باش كنزيدوا ندعموا هاد القطاعات هذا في داخل في الجهه. مشاريع ذات بعد اقتصادي كتهدف اولا بالنسبه لنا هو تحسين مناخ الاعمال. حنا عارفين بان اليوم عما قريب ان شاء الله في هذا الشهر ديال يوليوز في اواخر ديالو نعنوا على تنزيل ديال الفون دافيستيسمون واللي هو واجد تقريبا بواحد 95%، باقي لنا اللمسات الاخيره ان شاء الله غتكون الاعلان ديالو بمعيه السيد الوالي الجهه والساده العمال، واللي اليوم ان شاء الله كنوجدوا يعني بعض المراكز. وهذا كذلك لابد من هذا الباب نشكر جميع رؤساء المجالس ديال المنتخبه سورتو في الغرف المهنيه اللي هي كتواكب معنا واللي غتفتح ابواب ديالها ديال الفروع ديالها في الاقاليم كلها باش غتكون كتواكب معنا هذا المشروع ديال صندوق الدعم الاستثمار ديال الجهه طنجه تطوان الحسيمه. كذلك مشاريع هناك مرتبطه بالتهيئه والهيكله ديال المجالات القرويه والحضريه، فاليوم فك العزله ولات اساسيه بالنسبه لنا، ولا اليوم كيكون هناك توازن ما بين ما هو حضري وقروي، كنحاولوا قد المستطاع باش نحسنوا المداخل ديال المراكز سورتو المراكز الصعيده والمراكز القرويه باش تاهلوها باش تكون هي كذلك كتكون جاذبه وكتكون عندها هما اقل شيء باش حتى هذاك المواطن يحس بان هناك يعني تحسن في البنيه ديال التحتيه ديالو. كذلك هناك